طيب ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده هعرض لحضراتكم بعض حالات الدرمسكوب والالترايكوسكوب. انا قصدت في الكام الحاله اللي هعرضهم النهارده ان انا محط الصور الكلينيكال عشان نحاول انكريز النولج بتاعتنا في حالات الدرمسكوب بحيث نركز على حالات الدرمسكوب. ولكن انت حضرتك المفروض لما تيجي تعرضها لحد عشان تاخد رايه لازم تعرض الكلينيكال والدرمسكوب. تعالوا نبدأ مع بعض. أول حالة ده كان عيان عنده 38 سنة، جاي بيشتكي من localized hair loss multiple، صراحة multiple localized hair loss، وبقولك بقى له فترة طويلة عمال ياخد علاج وما بيستجبش ليها. دي بصينا بدأنا نبص عليها بالدرمسكوب وبدأنا نشوف الوضع ده. هو مبدئيا حضرتك دي حالة hair وده حال سكالب. انت المفروض وانت ما بتيجي تتكلم على حالة هير او سكالب لازم تكومنت او تسأل نفسك 3 اسئلة: العيان ده بيشتكي من شيدنج ولا ثيننج ولا ميكسد، ودي طبعا هتبان من الصورة الكلينيكال ومن الهيستوري بتاع العيان. تاني حاجة لوكالايزد ولا ديفيوز، يعني الليجن ده لوكالايزد ولا ديفيوز، وبرضه ده من الكلينيكال بتاع العيان. تالت حاجة ويهبن لنا كلينيكال وبالدرمسكوب اللي هو هل هو سيكاتريشال ولا نان سيكاتريشال. تمام، يبقى دول اهم 3 اسئله مهم جدا افحصهم. طيب السؤال المجموعه الثانيه من الاسئله اللي هو ايه، احط الدرمسكوب بتاعي فين؟ يعني دلوقتي انا خلاص انا قررت ان العيان ده من الهيستوري بتاعه ان هي دي لوكالايزد الوبيشن، احط الدرمسكوب فين؟ مهم جدا انك انت ما تيجي تعمل حالات اكزامينيشن للهير بالدرمسكوب لازم تعمل دراي، يعني ايه؟ من غير ما تحط اي انترفيس ميديا. تاني حاجة تعمل ويت، يعني تحط الكهول جل او تحط فازلين اند سو اون. طيب دي اول معلومة. تاني معلومة مهم جدا بالذات في حالات اللوكالايزد هير لوس انك انت تبص على السنتر بتاع الليجن بتاع العيان، وبعد كده البريفرال بتاع الليجن بتاع العيان، اند لاستلي كومبير مع نورمال سكين او نورمال هير اقصد. طيب تعال نبص بقى العيان ده لو احنا بصينا عليه. بدأنا خلاص اول حاجة ان انا باي واي اتيز الوبيشيا ارياتا، انا خلاص انا سبتها لكم بقالكم فترة طويلة، اتيز الوبيشيا ارياتا اندروجينيتك الوبيشيا لايكن بلانو بايلاريز ترايكوترومانيا اور كونجنتال تريانجولر الوبيشيا. تعال نبص على الدرمسكوب ونشرح بقى الكلام. اولا انا قلت لك المعلومتين اللي هو ديفيوز ولا لوكالايزد هتعرفها من الصورة الكلينيكال، انا بقول لك هنا لوكالايزد. ثيننج ولا شيدنج، انا هقول لك دي هنا في ثيننج الشرع وقع، تمام، ودي برضو تعرفها من الكلام. تعال بقى نشوف هل هي سيكاتريشال ولا نون سيكاتريشال. تعال خلينا في الصوره الشمال اللي موجوده عندنا هنا. هو لو انا بصيت في الصوره الشمال هلاقي حاجه هنا جدا موجوده. ايه الحاجه اللي موجوده هنا؟ هلاقي هنا في اريا بيضه، حته بيضه موجوده. الحته البيضه دي هبص عليها لو لقيتها ديفيوز دي تخليني اقول ان دي حاله سيكاتريشال الوبيشيا او سكارنج الوبيشيا. ديفيوز واي، لو حد حضر محاضره البيزك او سمع محاضره البيزك بتاعتي انا قلت الفايب بروسيس التارجت كروموفور بتاعها بيبقى واي، بس الوايت ده ممكن يكون نقط منقط او ممكن يكون ديفيوز. لو ديفيوز يبقى ده انديكيت ان فايبروزس. وجود الميلك وايت ارياز اللي موجوده دي في حتت معينه في حتت موجوده ده انديكيت ان العين ده سيكاتريشال الوبيشيا. اذا كده انا حطيت بيني وبين نفسي ان العين ده لوكالايزد سيكاتريشال الوبيشيا. سريعا كده، وات ار كومن كوزز اوف لوكالايزد سيكاتريشال هير لوس؟ عندي حاجه اسمها ديسكويد لوبس اور سوماتوزس لايكن بلانوبايلاريز او لايكن بلانوبايلاريز، او الثالثه اللي هو السكارنج تينيا كابيتس. تعال بقى دول الثلاث، في حاجات كتيرة تانية بس ات از كبيجنر حط الثلاثة دول في دماغك. تعال هبص على حاجة تانية ايه؟ هبص على ان الليجن في الشعر متجمع مع بعضه، تمام، وده بيسموه التافت، بس التافت قليل سمول تافت، تمام. تالت حاجة هبتدي ابص في الصورة التانية هلاقي ان في بيريفليكولار سكيلز. البيريفليكولار سكيلز دي اللي هي بيسموها او تيبولار سكيلز، دي كاركترستكس الحاجة مهمة جدا، يس زي ما بتقولوا لايكن بلانو بايلاريز. طيب من الحالة دي سريعا كده انا طلعت 3 اوصاف للدرمسكوب. انا عشان عارف الحالة او شفتها قبل كده وبدأت اقيم الحالة
فبدأت أقول لك الفايندنج، لكن أنت حضرتك لسه في الأول خالص مش عارف تقيم الحالة، هتمشي الخطوات اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة ديفيوز ولا لوكالايزد؟ واللوكالايزد هل هي سيكاتريشال ولا نون سيكاتريشال؟ دي الخطوة بالنسبة لي. بعد كده الخطوة الثالثة، أنا عندي المفروض أعمل كومنت على أربع حاجات لما باجي أفحص عيان الشعر. بعمل كومنت على إيه؟ بعمل كومنت على الفوليكلز، والفوليكلز دي بتترجم في الدرمسكوب بدوتس، نقط، سواء بقى نقطة حمراء، نقطة صفراء، اند سو اون. تمام؟ بكومنت على الهير شافت، أشوف الهير شافت طبيعية ولا لأ، هل في فيلوس هير، هل في ابرايت جرونج هير، هل في تيرمينال هير. ماشي. بكومنت ثلاثة على هل البيري فوليكولار سكين او الانتر فوليكولار اريا، المسافة بين كل فوليكلز وفوليكلز اخبارها ايه. ورابع حاجة هل في ديستشارج، هل في بيجمنتيشن اند سو اون. بس باي واي، في نقطة انتوا مزد منكم في الحالات، ان العين لما باجي كومنت على الهير شافت حضرتك بتروح والفوليكلز بروح كومنت في دوتس ولا مفيش، او الهير شافت سليم ولا مفيش. لا، خد بالك، بص على حاجه اسمها الهير فوليكولار يونت، اللي هي بتقول لك ايه، ان شعرتين او اربعه بيطلعوا من نفس الفوليكلز. مهم جدا، دي حاجه مهمه جدا، لان الشعر الهير فوليكولار يونت تقل في امراض وتزيد في امراض، فناخد بالنا زي في حاله وضعنا هنا هوت، هي بتقل بالهير فوليكولار يونت، بتقل في حالات اللايكن بلانوبايلاريز، وبتقل في حالات زي الاندروجينيتك الوبيشيا. فخد بالك، انت لو لقيت عيان عنده الهير فوليكولار يونت قليله، شك على طول ان دي حاجه من اتنين، لا يا اما لايكن بلانوبايلاريز، يا اما حاله ايه، حاله ميبي اندروجينيتك الوبيشيا. وباي واي، هتحط مع اللايكن بلانوبايلاريز الفرنتال فايبروزنج الوبيشيا. يبقى اذا من حالتي هنا هوت، انا حطيت ثلاثه كرايتيريا، لقيت في وايت ديفيوز دوتس موجوده، تمام، وايد ديفيوز دوتس موجوده، لقيت في سمول تافت، لقيت في بيريفيريكولار سكيل، سو ات از ا كيس اوف لايكن بلانو بايلاريس. مستني الاسئله، ما احط لكم البرزنتيشن على اليوتيوب، محتاج اسئله تقولوا لي ايه، محتاج لو في اي اسئله تحطوها في كومنتات. طب كيس نمبر 2، ده عيانه، دي كانت عيانه صراحه كانت جايه بتشتكي من الليجن ده، هوت موجود عندها عند السايد اوف ذا نوز. كانت الست دي تقريبا 58 سنه 59 سنه، وبقى له حوالي سنه ونص معاها الليجن ده، بس بدا يعمل ألسريشن. بصينا على الليجن ده هوت، صورته بالدرمسكوب، لقيت الشكل ده هوت. طيب قبل ما اقول الشكل ده هوت عباره عن ايه، عايز اقول لك حاجه. في شابتر كده في الدرمسكوب اللي في ذا سكين اسمه البيجمنتد سكين ليجن. اي نقطه بيجمنتد لازم تقيمها، هل هذه النقطه اتيز ميلانوسيتك اور نون ميلانوسيتك. يعني ايه ميلانوسيتك؟ يعني البيجمنت دي طالعه من الميلانوسايت ولا لا. ولو طالعه من الميلانوسايت هتقول ايه، اتيز ا كيس اوف وات، اتيز ا كيس اوف نيفس، او المالجنس بتاعها ميلانوما، وات ايفر اتس نيفس ايه بقى. طب لو نون ميلانوسيتك، لو نون ميلانوسيتك عندي يعني طالع من مكان تاني غير الميلانوسايت زي الكيراتينوسايت، اشهر مثال ليها مين، السيبوريك كيراتوزيس والبيزل سيل كارسينوما، وحاليا حطوا السكويمس كده في الالجوريزمز الجديد. تمام. سو انا دلوقتي حاله بيجمنتد، طيب عشان اقول ان هي بيجمنتد ده خلاص كانها كلينيكال، عشان اقولها بالدرموسكوب اتيز بيجمنتد ميلانوسيتك او نون ميلانوسيتك، اللي سمع محاضره البيجمنتد سكين ليجن هيعرف ان انا هلاقي كرايتيريا معينه زي الريتيكولار باترن، زي الهوموجينس باترن، زي الستار بيرست باترن، اند سو اون. الحاجات دي كلها مش موجوده هنا. تمام. نيجي للكرايتيريا بتاعه البيجمنتد نون ميلانوسيتك، او بالكرايتيريا فيها ابسنس اوف ذا كرايتيريا اوف ميلانوسيتك ليجن، ودي تنطبق هنا هوت. يبقى اذا انا كبيجينر في الدرموسكوب، مش عايزك راجل اكسبرت، حط كده بدل حطيتها تحت كاتيجوري ايه، بيجمنتد نون ميلانوسيتك سكين ليجن. طيب ليه؟ عشان ابسنس اوف ذا كرايتيريا اوف ذا بيجمنتد سكين ليجن. تعال بص عليه بقى، انا مذاكر كده ان هما اتنين او ثلاثه معروفين، اللي هو السيبوريك كيراتوز او البيزر سيل كارسينوما، وما بينهم الدرماتوفايبروما. تعال بقى نميمورايز الحاجات بتاعتنا، اللي هو كبيجينر ايه هي الحاجات الكومن بتاعه الموضوع ده هو. بص على بالدرموسكوب، طبعا تيز بيزر سيل كارسينوما مي بي، ميلانوما لا. تمام. ليه؟ لان احنا قلنا ما فيش كرايتيريا اوف ذا بيجمنت سكين ليجن. سورايسيز لا، اكزيما لا، لايكن بلانس. يبقى اذا تيز بيزر سيل كارسينوما
تعال نبص على الليجن دهوت. اول كرايتيريا فيه طبعا انا كنت شرحت برضو محاضره الدرموسكوب اوف ذا بيزر سيل كارسينوما، وقسمناها لتقسيمات كتيره جدا، وقلت ان الفيرست فايندنج ليا ار برايزنج بلاد فيزلز، وابتدي اخد الاربرايزنج فيزلز دي وابتدي كلو ليا لباقي الحاجات. وممكن ما الاقيش الاربرايزنج بلاد فيزلز الاقي حاجه اسمها ايه سمول فاينت لانجكتيزيا، وقلت الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي مش مجالها ان احنا نتكلم هنا اهوت. طيب اول حاجه انا شايفها هنا ايه، في الساريشنز اوروجنز ات از نوت سبيسيفيك، ممكن يكون العين هرش فيها. تاني حاجه لقيت في هنا في دوتس موجوده، دي بيسموها البلو جراي دوتس، تمام. لقيت في حاجه زي الماب الليف موجوده هنا اهوت، اوبا ده الكرايتيريا بتاعتها. لقيت في بعض الارياز اللي ممكن الاقيها وايت، يعني دي خلينا نبعد عنها شويه. لقيت في دوتس موجوده تانية، في اربرايزنج فيزلز هنا اهوت، تمام. سو ات از ا كيس اوف بيزل سيل كارسينوما، سو ات از ا كيس اوف بيزل سيل كارسينوما باي اكسكلوجن. انا دوري كراجل بيجينر في الدرمسكوب انكريز البي ام ار، يعني ايه البيناين مالجنانت ريشيو. انا دلوقتي حضرتك يا باشا مش عارف اشخص اتيز بيزر سيل كارسينوما، كنت قلت قاعده درموسكوبيه اي اكسنتريك هايبر بيجمنتيشن بسواء بلو او بيسموه البلو وايت فيل او حتى لو كانت براون، شك في مالجنانسي انتل بروف اذروايز. ادينا شايف ان في بيجمنتيشن موجود هنا اهوت، وفي بيجمنتيشن هنا اهوت، خلتني شك ان دي اتيز حاله اوف ايه اوف ذا بيزل سيل او ايه مالجنانسي وات ايفر ذا مالجنانسي از. تعالى نشوف بعد كده كيس نمبر 2. ده طفل كان عنده 9 سنين جاي بيشتكي من بابيولز موجوده اندر ذا اي ليد، تقريبا الرايت او الليفت مش فاكر. كان بيتعالج بقى كابيديرمال فيروكال نيفس، بيشيلها له الكتروكوتري ما بترجع ما بتتحسنش، بيعملوا تي سي اي مش عارف ايه الكلام ده كله ما بيتحسنش. بصينا عليها الدرموسكوب، انا حاطط الصور الايه الدرموسكوب، بصيت عليها بحد يقول لي يقدر يقول قول ميمورايز في دماغك كده وبعد كده نتكلم. هل الحالة دي وورت ملاسكم سورايسز او ابيديرمال فيروكال نيفوس؟ تعال لو بصينا على الليجن بقى بوضوح كده، هاخد الليجن ده كله كحته كامله، هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه بابيلي موجوده مالتيبل دنس بابيلي، ادي واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وكذا واحده كتيره في الفيلد دهوت، وجوه البابيلي دي في نقط حمراء فبيسموها مالتيبل دنس بابيك بيكد بابيلي، وبين النقط البابيلي دي في حتت بيضه موجوده اهي بالماوس موجوده. It is characteristics of the wart. يبقى هلاقي في مالتيبل دنس بيكد بابيلي، هلاقي كل حته فيها نقط حمراء، تمام، اللي هي النقط الحمراء اللي احنا شايفينها هي دي، وهلاقي محوطها ايه حتت بيضه. ادي النقط الحمراء اهي، النقطه الحمراء اهيت، وادي نقطه حمراء اهيت، وادي نقطه حمراء اهيت. تعالى بعد كده بقى نشوف ايه، وكل حته محوطه بوايتش هالو، اهو الوايتش هالو، ادي حته بيضه وادي حته بيضه وادي حته بيضه. سو ات از ا كيس اوف وورت. طيب تعال نشوف حاله رقم 4. دي بقى الحاله دي كانت غريبه بصراحه. الحاله دي كانت ست عندها حوالي 62 63 سنه كلينيكالي، طبعا انا مش حاطط الكلينيكال زي ما قلت لكم الهدف ليه في الاول. العينه دي كانت جايه بابيولز، البابيول دي خلتني اشك ان العينه دي بيزر سيل كارسينوما، بس جت بعد اوكي كانت مصوراها بصراحه، هي جات لي مش في البابيولز وهي ورتني الصوره البابيولز، جايه لي بالساريشن، فخلتني ايه مور اور ليس اني ماشي كلينيكالي مع بيزر سيل كارسينوما، فقلت هصورها بالدرموسكوب. بدات ابص بالدرموسكوب، لو تسمعته في محاضره ليا قبل كده خد الاربرايزنج فيزلز ليك كلو في التشخيص. تعالى بصيت على ادي لقيت في اربرايزنج فيزلز موجود، لقيت في اربرايزنج فيزلز، لقيت في اربرايزنج فيزل. ات از ذا مين كرايتيريا اوف اربرايزنج فيزلز بتاعت الايه البيزل سيل كارسينوما. طب تعالى دور على بقيه الكرايتيريا اوف ذا بيزل سيل كارسينوما، ده السكال بناخد بقى، ده كانت هنا ريكولر موجود، لقيت في اروجنز موجود. طب تعالى ندور بقى على الكرايتيريا، في بيجمنتيشن مفيش بيجمنتيشن، الكلام ده كله مش لاقيه موجود هنا اهوت. خلتني
اخد لها بايوبسي بصراحه الحاله دهيت. ولكن مع القرايه المستمره للحاله دي قعدت ابص على ايه؟ قعدت ابص ان الاربرايزنج فيزلز دي اوف ديفرنت سايزز، يعني ايه؟ في حاجات رفيعه قوي، في حاجات ميدل، وفي حاجات لارج. خلتني افكر ان العيان ده مع اللارج فيزلز ده ابتدي اقارنه بالشعرايه اللي جنبه اللي هو بيسموه الهير فيزلز تيست. خلتني اقول ان ده اربرايزنج فيزلز او فيزلز بتاعت مين؟ بتاعت الديسكويد لوبس ارسوماتوزس، بالرغم ايه اوف ابسنس اوف ذا اذر كرايتيريا اوف مين اوف ديسكويد لوبس وابسنس اوف اذر كرايتيريا اوف مين اوف بيزل سيل كارسينوما. بس اللي خلاني افكر فيها ايه، وكمان في بلاد فيزلز وتفسير ان في مالتيبل بلاد فيزلز، العينه دي بعد ما كانت طلعت لها الحبايه او البتاع اللي موجوده دهيت بدات راحت للصيدليه قالت له ايه؟ قالت له خدي درموفيت او حاجه توبيكال استرويد حاجه زي كده. فقعدت تدهن 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 سبسايد، بس هي جت في مره هرشت فيها فعملت الايه؟ الموضوع ده قعدت تحط فيزيكور. فبالتالي العيان اللي الديسكويد لوبس مع اللونج ران استخدام التوبيكال كورتيكوستيرويد، البلاد فيزلز اللي بتشوفها كبيره وضخمه دي بيحصل لها اتروفي وبيبقى حجمها صغير. فبالتالي دونت مس الاربرايزنج فيزلز دي، مي بي كلو فور دايجنوزس الون. طيب يبقى اتيز بيزر سيل كارسينوما ميلانوما ديسكويد اكزيما، اتيز ا كيس اوف ديسكويد لوبس ارثموزس. طيب اخر حاله هعرضها عندنا هنا اهوت، الحاله دي ترجمه لاول حاله. ده كان عيان جاي بيشتكي برضو من لوكالايزد هير لوس. هطبق القاعده بتاعتي ماشي، انا مش عايز تشخيص، انا هطبق قواعد ماشي. اول قاعده ايه؟ ان انا هقول لوكالايزد ولا ديفيوز، قلت لك لوكالايزد. هقول اتي سيكاتريشال ولا نون سيكاتريشال، يس زي ما بتقولوا برافو. اتي سيكاتريشال ليه؟ في وايت دوتس موجوده. حلو. طيب القاعده الثانيه اللي احنا قلنا بنكومنت على اربع حاجات، الدوتس، اثنين الهير شافت، ثلاثه الديستشارج، اربعه الانتر فوليكولار اريا. وقلت لحضرتك في الهير شافت ما تروحش تركز لي على الشعرايه بقى متنيه مرفوعه رفيعه تخينه وبس، لا ده انت مهم تركز فيها ايه؟ على حاجه اسمها الهير فوليكولار يونت، او في كميتها كتيره ولا قليله. لو بصينا في الحاله دي لقيت الهير فوليكولار يونت ايه ده؟ سنجل هير. والسنجل هير دي كاركترستكس لكذا مرض اللي هو ايه؟ اندروجينيتك الوبيشيا، لايكن بلانو بايلاريز، تمام، والفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. خلاص يبقى انا حطيت دول، يبقى ابتدي ادور على الاذر كرايتيريا اوف لايكن بلانو بايلاريز، اثنين اندروجينيتك الوبيشيا لونج ستاندنج طبعا، او الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. في حالات الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا ده ساين اسمه لونج هير، ابتدي ابص على عينين، ابتدي ابص على هل في سكيلز هل مفيش اند سو اون. لكن تعال انت بقى بص في الفيلد بتاعك حضرتك كده وانت بتبص، يس برافو عليكم، انتوا شايفين في بيريفيليكولار سكيلز دي، يبقى اذا الحاله دي كونسيدز ويز ايه؟ زي الحاله الاولانيه لايكن بلانو بايلاريز باي اكسكلوجن. طيب الرساله بتاعتي في المحاضره هنا ايه بقى؟ رسالتين، وبعد كده نقول رسائل ثانيه بعد كده. الرساله الاولانيه الدرموسكوبي اوف ذا بيجمنتد سكين ليجن، هدفي منه ايه؟ انكريز البيناين مالجننت ريشيو، اوعيك انك تقدر تفرق بين البيناين والمالجننت. دي خطوه لو انت قدرت توصل لها جاتس انف كبيجنر. طيب الخطوه الثانيه البيجمنتد دي مي بي ميلانوسيتك او نون ميلانوسيتك. الميلانوسيتك في كرايتيريا للميلانوسيتك، النون وايه؟ ولو لقيتها يبقى اتيز نيفس، لو لقيت شكلها غريب اتيز مالجننت. خلاص كده دي البيجمنتد. النون ميلانوسيتك في البيزر سيل السيبوريك كيراتوزس وما بينهم الدرماتوفايبروما كبيجينر برضو كحاجه في الاول كده انك انت لسه بتبدا في الدرموسكوب. طيب الرساله الثانيه اللي عايز اوجهها لك في الاكزامينيشن اوف ذا هير، الاكزامينيشن اوف ذا هير عندك ثلاث اسئله مهمه جدا تسالهم. It is thinning or shedding or mixed. اثنين localized ولا diffuse. ثلاثه It is cicatricial or non-cicatricial. يندرج تحتيهم بعض الحاجات اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة إن أنا أعمل dry dermoscope و wet dermoscope ماشي، ويندرج تحتيها برضو إيه؟ إن أنا أفحص في localized lesion بالذات الميدل of the lesion نصه، البريفرال of the lesion و النورمال هير. لان في عيان انا فاكر كان جالي قبل كده كان عنده لونج ستاندنج الوبيشيا ارياتا، العيان ده
بصيت على البريفرال بتاع الليجن بتاعه لقيت فيه اكتف الوبيشيا ارياتا والسنتر بتاعته ستيبل، يعني مفيش امل ان هو يجيب نتيجه معاه، بس انا لما بصيت على البريفرال بتاعه لقيته اكتف، فكان فادني في العلاج ايه بقى؟ ان انا هديله التوبيكال تريتمنت بتاع الالوبيشيا ارياتا يحسن لي البريفرالي، يقلل لي السايز اوف ذا الالوبيشيا ارياتا، وبعد كده ابتدي اعمل له جرافت بقى او هير ترانسبلانتيشن اند سو اون. كومنت على الفوليكلز، الهير فوليكولار يونت، التافتنج موجوده، واشوف الانتر فوليكولار دي ليها مجال تاني بقى في وقت حديث تاني، بدور على في سكيلز، في بلاد فيزلز، وبعد كده بشوف في ديستشارج زي في حاله الفوليكولايت دي كالفنز و اند سو اون. ولكن انا حبيت دلوقتي ايه او ابتدي اقول معاك بعض الحالات تفيدني شويه ايه تعمل لي ريفرشمنت. ماشي، مره في مره هنزود قوه الحالات، هنزود صعوبه الحالات، هنزود قدره التفكير في الحالات، وهبعد انا مش هحط صور كلينيكال عشان احاول اخلي دماغكم صوره الدرموسكوب، ولكن حضرتك مهم جدا مهم جدا مهم جدا اما تبعت لاي حد كلينيكال ودرموسكوب، والدرموسكوب لازم بولارايزد ونون بولارايزد ويت ودراي، غير كده ما تبعتلوش، لو رد عليك يبقى كتر خيره. وشكرا ليكم ونشوفكم مرة تانية مع بعض في حالات، وأشكركم.